مين وشو بدك ما بدك شو بدك وصل ورد على خدك أنا حدك ما بدك أنتم معروفون بالقرم وما عرفوا وعرف ما عرفوا ليش عرفوا الفص عربي مصبوط. أمنيتي عم بعمل قطعة موسيقية طولها بحدود النصف ساعة من بيتنا للمدفن. لم يمر أسبوع على رحيل الموسيقار ملحم بركات حتى بدأت النزاعات العائلية بين أبنائه، من زوجته الثانية رندا عزار من جهة وزوجته الثالثة مي حريري من جهة أخرى. البداية كانت من مشهد لملحم جونيور ابن مي حريري في عزاء والده حين ظهر على الشاشات صارخا بوجه أحد الأقرباء الذي حاول منعه من تقبل التعازي في الصف الأمامي. شو بدو أكثر منه أرزة لبنان وبينا هذا آخر شيء بي كل العالم مش بس نحن. لم تهدأ الإشاعات بعدها، مواقع إلكترونية تحدثت عن دعاوى قضائية بحق ملحم جونيور تقدم بها أخوته الثلاثة من رندا التي اتهمت بدورها ضرتها مي بأنها السبب الرئيسي لهذه الخلافات وأن جونيور أقفل منزلا في القليعات كتبه والده باسمه بعدما استولى على محتوياته من الأثاث والسلاح واللوحات عدا سيارتين للأب ما دفعهم لختمه بالشمع الأحمر. اتهام آخر وجهته رندا لملحم جونيور بعرقلة تنفيذ وصية والده بارتداء بدلة بيضاء ظهر بها في مهرجان جرش بإقفاله منزل القليعات حيث توجد البدلة. فماذا سترد مي وابنها ملحم لأول مرة حصريا في للنشر؟ فقدان ملحم بركات الله يرحمه الموسيقار كان كتير 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 صدمة لي كتير، يعني أنا فيني أقول لك وما حدا بحبه أكتر مني وبس وما فيني أكمل لك بقدر أكمل لك أنا كتير تعبانة ما بقدر بحكيك عن شيء خليكي ما فيني خليكي. ما فيني خلص هيدا حزني ما رح نحكي إلا شيء مشاعر خليني أنا هيك ما فيي ما في حزني كتير طب خليكي بس حضر ملحم أنا ما حاسألك بعد هون ما تسأليني أنا ما حاسألك هون حقعد هون ما بدي هون خليني هون بليز قلبي خلي هون عرفتي كيف خلص تركيني ماني مرتاحة. شو بتحسي إنه كان بده لو قادر يحكي هلأ مثل ما كان يحكي من قبل؟ ملحم بركات أرزة من أرزات لبنان ممنوع حدا يغلط عليها. إذا أنا ابني بده يغلط أنا بعديه، إذا بنتي بدها تغلط أنا بعديها. أنا بيكفيني كان ملحم بقول عني أصيلة وربت لي أحلى شاب بيشبهني. هلأ عم بحكي بثلاث سنين ثلاث سنين هو اللي مع بيو كل الوقت هو بيو لحالهم وعائلته الثانية كانت موجودة من الأول بيكفر شيما وهو حتى ملحم ما بحياته لا قال الاحترام يعني ما هين عائلته لا بكل متطلباتهم بس كان يحب عايش لحاله عايش هو السبب بس مبسوط معه. جونيور تعلم برا وعلمتيه برا لما شافه بيو أول مرة شو قال لك؟ ماشي بس بيقول لي إنه دايما بيقول كان ملحم إنه أنا أحلى شيء عملته بحياتي هو السبب. نحكى عن تصرفات معينة عملها جونيور، نحكى عن إنه جونيور استكتر على بيو بدلة من البيت، نحكى إنه جونيور عمل شو حاسبت جونيور أول شيء على هالكلام ولا؟ لا لأنه جونيور معي أنا بعرف شو مربي أنا بعرف شو مربي أنا ابني ما بيعرف يكذب بس أنا أم حياتي الخاصة ما حدا بيعرفها أنا أم كتير كتير شرسة ببيتي. أنا ما بعمل شيء إلا ما أمي تقول لي، يعني أنا بسمع كلمة أمي ودايما بقول لها ما فيني أعمل هيك ولا ما فيي أعمل هيك، أنا اللي بحكي هالشيء مش حدا تاني بيقول لي أعمله. اللي صار إنه صار في سوء تفاهم وعالم بتخبر شيء بتنقلب الحكي
يعني بصير يدور بين العالم والعالم بتغير الحكي بتوصل لعندهم انه انا عملت هيك بس مش صح. عندك علاقه باخواتك؟ انه في اتصال مباشر كان قبل يعني؟ اتصال لا ما كان يعني فيه. كنتوا تحكوا بعض قبل؟ لا ما كان يعني كثير قليل قليل كثير يعني انا وعد اكثر شيء كنا يعني بس قصص يعني مثلا بده يجي على البيت بده ينام بالبيت اللي وينك انا جاي ينام هيك هيك بس هيك بس انه غير عن هيك انه وينك كيفك هيك ما مش هالقد مش لهالدرجه ما في حكي ما كنا عايشين سوا عرفتي كيف ما كنا عايشين سوا كنت عايش انا وبابا لوحده وهن رجال يعني ما هن اولاد هن رجال عندهم شغلاتهم بدهم يعملوها يروحوا ويجوا انه بتعرفي كيف الرجال بيكون بحياته تأمل مستقبله يعني لما ينقال انه اللي نفهم انه نحن منعنا انه نفوت على بيت ملحم بركات منعنا انه نجيب البدله البيضاء اللي وصى انه يندفن فيها طب اوكي لما بيقول منعنا انه ناخذ اغراض البيت حتى لو كان البيت باسم ملحم جونيور طب سؤال بدي اسالك سؤال لما بيمنع ابني انه يفوت على المستشفى ويشوف بيه لما غيب عن الوعي ومن بعد انذارات على المستشفيات لحتى ابني يفوت يشوف بيه ولما بيه بيكون عم بيكون بالسوع ويقول بدي ملحم جونيور انه هيدا منه منع انت شو انت 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 ما بتعرفي شو فيه في كتير ما حاحكي في كتير منع يشوف بيو ايه طب شو الحجة ما في حجة ما في ما في حجة شو الحجة انه ينمنع ما في حجة خلص ما بدي احكي انا طب انه شو بيقول الواحد اللي عم يمنع حدا يشوف رجال عم بيموت الله شايف كل شيء وانا بعرف انه الاولاد ما بدهم هيدي عند ربنا انه ربنا ما رح يسامحهم بهالشيء لانه هيدي انه ما يمنع واحد يشوف بيه قبل ما يتوفى هذا اكبر غلط اكبر غلط عند ربنا ما رح يسامحهم فيه انا ما بنسى هالنهار بيقولوا ليش ما بتتقرب من اخواتك ما دائما انا بتقرب منهم دائما كانوا يطلعوا لعند بابا يعني يعملوا شيء ويرجع ينزلوا بس ما رح فوت تفاصيل كيف بدي اتقرب منهم اذا انتم عملتوا معي هيك كيف بتقرب منهم اذا انتم دائما بتحط يعني بتعملوني نكره حسسون أنا أنه شخص أنا غريب ببيت بي وببيتي طب ليه؟ أنا ما بنسى هالنهار وقتها وصلت أمي من إيطاليا قلت لها مام يعني بس دق لها بابا قال تجي وهيك أول ما وصلت دغري أخذتها من المطار على المستشفى رحنا تنشوف بابا هلا حكيت مع طنطرندا وهيك هيك قلت لها تفاصيل أنه بدي أجي أنا وماما وقالت لي لا أنت مش برحب فيكم وعارف أنه كتير يعني بطريقة كتير بشعة حكيتني ما بعرف انسان بس انسان عادي ما بيعرفني غريب ما بيحكي معي بهالطريقه يعني حتى بس انسان غريب ما بيعرفني ما بيحكي معي بهالطريقه يعني كيف اذا شخص قريب من عائلتي ومرت بيي وكأن امي ما فيها تحكي معي بهالطريقه ما انا حلوه لانه بتتاذي بكلامه انه كلنا ما بدنا حدا يجي ما بدنا حدا منكم يجي لهون بدون سبب فبرضه جينا انا وامي قلت لها لا مام وجبتنا وهذا بابا لازم نروح نشوفه ونشق عليه ورحنا دغري على المستشفى ما كان في حدا الا مجيد مسعد حدا من العائله من اخواتك كان موجود لا ما كان في حدا منهم مش هناك قدرت تفوت ايه هن كانوا تحت بالكافيتيريا هلا اجاني تهديد بشع كثير من وعد بعضهم معي المسجات كلهم تهديد ايه تهديد لأله ولأمي يعني كان وعد بيريفون يعني هو وعد ما بيعرف شيء بس انه كيف عرف انه احنا جينا وهيك شو بيقول التهديد هلا بالاول ما فيني اقول لك شو بالاول بس انه من بعد ما قلت له عيب وحكيت معه بطريقه مرتبه رجع رد علي على كل حال انا قرب الوقت اللي انا ناطره اللي من انا وصغري هيك بعت لي مسج شو بيعني هذا الكلام انت فكري فيها شو معناته قرب الوقت اللي انا ناطره اللي من انا وصغري شو معناته انا بدي اوضح انه البدله اندفن فيها الزلمه هي زيت او منشريت لحظه منشريت بدي اوضح انه البيت مسكر بس هو منه زعلان نعم البيت انا حقول لك البيت اتسكر ملحم قال له الله يرحمه ابو مجد قال له فات لعند بيو قال له وعد بالبيت اخذ كل اغراضك قال له تسكر الباب وفي دوله وفي قانون بس غير قفل البيت مين اخذ المفاتيح لانه ملحم ما عطي مفاتيح لاولاده عطي لملحم ابني لانه هيدا بيعتبره بيته وبيعتبر انه هو يعيش فيه عرفتي في شي مره بيعرفوا كل الجيران حدا معه مفتاح غير الجونيور لما بيجي وعد وين بيقول لك شو بيحكي ما انا ما فيني احكي كمان عن اولاد ملحم وهن يمكن هذا حقهم لانه للبي بدي خبرك شيء بس يكون البي موجود ما في مين اخذ وهيدا اخذ وهيدا اخذ وهيدا اولاده كلهم بس اذا هن عملوها بهالطريقه بيعتبروه انه مثل ما عم بيقول لك كانوا يعملوه بهيدي الطريقه
كان قصدهم هيك ومفكر عم بيحاولوا بهالطريقه يعملوا، بس بيو انصفوا، بيو عنده ايه بالدنيا وبيو شايف حاله فيه، وانا مربيه صح وما بقبل ابني الا مربيه صح. بس فيني في نقطه عم بيقول انه انا وبيي عنا المفتاح، وبعدين قال في مطرح خيي كان بالبيت اخذوا من المستشفى من ماراندا وطلع على البيت، شو مفاتيح كلها قد بالمستشفى، مفاتيح سيارته المايباخ ومفاتيح أول سيارته يوم. اول شيء اول شيء السيارات انا مش انا اللي اخذتهم. مين اللي اخذ السياره؟ السياره سوري المرسيدس. هنا بقول السيارتين وانا اخذتهم. ما هي سياره سيارة المرسيدس سياره وحده معي، بس المرسيدس هن اللي اخذوها من البيت في جون عزار توني شلهوب، وانا بوقتها قبل ما يصير هالشيء قبل ما يصيروا المشاكل كلهم، بس انسرق البيت رفعت عملت محضر عند الدرك. كان بيو عايش لما قال له كنت وين بابا وقتها عايش الله يرحمه، عملت محضر انه انسرق هيك 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 والخرائط كلها اللي انسرقت والسياره انأخذت، هذا اللي عملته. هلا من بعد كل بعد ضد من بعد مين هذا الشيء كان انت تسجله؟ ضد مجهول. ضد مجهول. هلا انا عارف مين بس عملت ضد مجهول. ليه؟ احتراما. ليه احتراما. محاميه المحاميه انا اللي حكي معه، سالته شو بدي اعمل ابني عم بيصير معه هيك، قال لي مي بتعملي بتخليه يعمل دعوه لمبركه بقى ابو مجد طلع على البيت رجع تحمي ابنك، ولا سمح الله صار شيء حيقولوا ابنك بكل الاحوال اكلها ابنك، فانا مره واعيه بسال عندي محامي عشان هيك اضطر يعمل دعوه. طيب بس نحن لما عملنا وكاله انا رفضت انه ينعمل وكاله لجونيور محامي، حطيت له محامي بس كرمال مستشفى، بس حددت قصه انه يشوف بيو، ما قبلت ينعمل وكاله عمي، ما كان لي قلب، ما كان لي قلب انه ينعمل وكاله عمي وملحم بعده عايش. شو هالحديث؟ هدول قصص كلها بتحزن. انا تعبت معش انا ليش طلع هالحديث لكين؟ يعني اذا انت عم بتقول انه وصلت فيك القصه انه انت عارف مين وما قلت مين، قلت ضد مجهول، يعني لهالدرجه كنت عم تجرب تكون ايجابي؟ اكيد لانه ما راح جر الشخص من عائلته عيب وحامل اسم بي عيب. هو اذا اخذهم مش مش هي مش سرقه تبع ما انا سرقه ياخذ اللي بده اياه، بس ليش الفكره يقلب القصه عنه؟ ما هي ليش بيقلبوا علي؟ ما انا عم بحمي حالي. ولا تعودت شو؟ تعودت عيش هيك معهم، ما عندي مشكلة، يلا مش مشكلة يعملوا بدهم إياه، بس آخر شيء مين حيوقف حدهم؟ رفيقهم؟ خيهم رح يوقف حدهم آخر شيء، لأن إذا هن أكبر مني مش معناتها بيفهموا أكتر مني، إذا هن لأنه عمر رقم بس هون الثقافة والفهم، إذا هن بيروحوا بخط غلط أنا بعرف كيف ديرهم و I promise them that أنك تكون معهم. أكيد لأنه إخواتي. خلص بليز متقله لوعد انك حتنسى الشيء اللي بعته على التليفون؟ لا بينساه اكيد بنسى، بس انه بينساه ده خيو بلا بدك تنسى؟ لا اكيد بنسى. بتنسى؟ ايه بنسى. قلت له انه انا عملت لهم براسي ديليت هول؟ لا انا مثل بي الله يرحمه بحط بقلبي بسكت بخزنهم بتركهم I don't care. وانا هو بيعلموني it's an experience in life يعني اكيد بهذه الايجابيه. انا بدي اقول بس انه هذا اللي بيربطني بزعلي عم الحين اللي زعلي عم الحين بركات، هذا اللي بيربطني هو ايضا اهم من ان يكون مرته، انه انا امثلت رحمه واولاده ام ابنه، بقيت له شاب تعذب وتحمل وتاهرم وكله هيدا انا ما عليه، كله هيدا ما عليه. شبع من بيك سالي له قدر ده وما تروح كيف ما تقعد؟ شو ما بيطلب منك؟ شو ما تعذبت؟ مين ما كان عنده بس خضرة ده بابا؟ شبع منه؟ بكرة حتندم على كل ثانية ما قعدت معه. سألي هيك كنت أنا، وشو ما يعملوا له قلو ولا شيء، يلو حدا من بعض الصحفيين يقولوا بالمستشفى أنه واحد غيرك يا ملحم جونيور بيفوت بكسر الدنيا لحتى يشوف بيه، انه لو ازعر لو مربى تربيه غير تربيه مثل اللي انا ربيتها، مش بينطر لحتى يبعد انصار، لانه كان فيها ناس غريبه عم تفوت وتجي عند ملحم، كانت حاكمه بالمستشفى بانه هي ما بتقرب ملحم، ما خصها بملحم، عرفتي؟ وابنه كان عم بيتعذب ويتاهرم ويقعد مثل الشحات بالسياره برا لحتى ينطر اللحظه اللي هي انه اوكي يلا فوت، عرفتي؟ بمطرح معين وصلنا لحد انه يكون في كلام عن انه في بيت لك انت ما سمحت انه ينفات عليه. البيت مش لحدا، البيت اول شيء امي عطتني هديه بس اخذت حضانتي
وعطت استثمار لبي هاي القصة كلها، و 300 ألف دولار كرمال البيت انعرض علي. أنا بي بدي يعرض علي ب 300 ألف دولار البيت؟ أنا بي بدي أحكي بالمصاري معي؟ كيف يعني كان بدهم نبيع البيت لألو؟ 700 ألف دولار بس، بس حاجة يزغروا بملحم بركات، لأنه آخر شيء هذا بيت ثروته باسم ملحم كان ساكن فيه، مش بالأسعار قد ايه حقه البيت. والبيت صار له من زمان هيك؟ يعني بيت بعده من أيام ما فرشته أنا، من أيام ما أنا سكنت فيه أنا وجوزي الله يرحمه. صح، وأنا مشكلتي مش قادرة أحكي، مخنوقة إني أنا ماني مرته، وكنت أكس أكس، بس أنا أم ابنه اللي ربيت له إياه، اللي ضليتني ناس نسق وأحكي معه. البيت فرشتي أنت عم تقولي؟ أنا فرشته، أنا عملته، أنا كل شيء سويت، أنا عملت كل بيتي وقعدت أنا وياه أنا وجوزي وابني ببيتي. في أكثر من نقطة حكيتي عنهم الفرش تخزق، ما ضروري تقولها هاي. لا بس هيدي بس تفاصيل، إنه ليش تغير القفل؟ إذا الفرش صار فيه هيك، أنا بدي أخلي القفل مثل ما هو؟ أنا بحس إنه في حدا غريب عم بفوت على البيت عم بيعمل ببيتي هيك، بدي أقبل هالشيء؟ أكيد حغير القفل. بابي أنا بالأوضة مخلوع، اللي أنا مقفله، it's my privacy، مخلوع، وفي شيء مكسر قصص جوا يلي هو لإلي. بس ما الحرب مبلشي من وقت في نية مبيتي كانت من وقت المستشفى، ما أنا ليكي نزل وزني مردت، أنا كل يعني أنا عانيت كتير بهيدا الشيء، قصة ملحم بالمستشفى. فهمنا أنا منعتوني شوفوا، عم بيجي بالليل شوفوا كنت، بس هيدا ليه بدك تمنعوه شوفوا لابنه لبيه؟ ليه بدك تقحر؟ ليه بدك تخلقوا له حالة تمرد عنده لو ما أنا لحقت ابني؟ انحكى أنه في دعوة مرفوعة عليك من قبل العائلة مجتمعة، هيدا الحكي قدي صحيح؟ غلط، مش مزبوط، مش مزبوط. لا ما توفى بابا الله يرحمه، من بعد شي 10 أيام حكيوني قالوا لي هيك 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 عم بيصير، بليز بدنا إياك ترجع وتعطي الإفادة إنه إذا ضد مجهول بدك تخليها أو بدك تحط اسم معين. نزلت قلت لهم إيه في جون عزاتوني شرب، هن سرقينه. قلت لها لا مين مام بالأول، قلت لها مام بلا ما أروح، قال لي انسي القصة، أنا نحن بنعرف مين أخدينا بس انسي. قلت لها لا، نزال عمول المحقول مين أخدها تكل شي يكون قانونيا صح. هذا اللي صار، الأشخاص اللي أخدينه إيه جون عزاتوني شرب، هن اللي طلعوا أخذوهم للسيارة، أخذوا السيارة ونزلوها، وأنا بوقت عرفت إنه حدا تاني، بس طلع هن الاثنين ما خصهم. وين صاروا الأغراض اللي أخذوهم هول الشخصين؟ الأغراض؟ لا الأغراض ما خصهم بالسيارة. وين صارت السيارة اللي أخذوها؟ السيارة صارت معهم هلا، أخذ عملوا عليهم حارس قضاء يعني. هلا توني شلهوب هو الشخص كمان يلي وقف على الباب بالمستشفى اللي ما كان يخليني فوت يشوف بي. هو كان دائما يوقف حارس، إنه هو الحارس يعني. شو بيكون؟ توني شلهوب هو بيكون جوز بنت أخته للبابا شيء. وهو تكلف من العائلة إنه يمنعك تفوت؟ إيه هو اللي تكلف. الشخص كمان يلي بابا زعبه من 4 سنين لأنه سارق من عنده سلاح. آخر شيء اكتشفنا شيء تاني بس ما رح فوت تفاصيل يعني. وكان هو الشخص اللي أخذ الأغراض اللي نقال إنه أنت أخذتهم صح بما فيهم السيارة، وتلاقوا هو الأغراض وين بعدين؟ السيارة كانت، السيارة كانت مع تونترندا. يعني هالشخص وصلها لهونيك. صح. طيب بس أنت هلأ يعني نحكى عن أكثر من نقطة، نحكى عن مسروقات داخل البيت، وأنه الفرش أنت ما بتملكه لو بتملك البيت. طب إذا الفرش ما بملكه أنا بتجي بتجرحوه بتخزقوه هيك؟ طب كيف هاي إذا أنا ما بملكه؟ يعني بتخزقوا فرشكم كيف هاي؟ هذا فرش ماما، يعني ماما هي اللي فرشت البيت كله. مين خزقه؟ ما بعرف. يعني اللي قدر يفوت على البيت هو اللي عمل هالشيء. اللي قدر يفوت على البيت سرق اشياء واخذ اشياء، مش سرق اوكي اخذ اشياء، بس هاي الاشياء ناقصه هلا انت متهم فيها. ياخذوها مش فرق انا معي انا، بس انا بضحك انه اخذين هالاشياء بس مش اخذين شيء معين يعني اللي هو مهم للبابا مثلا. اللي هو شو مثلا؟ ما بدي افوت تفاصيل. اللي هو العود مثلا، يعني اخذين اشياء سخيفه كثير، اشياء ما لها طعمه، تنكب زباله يعني. بس ما اخذين شيء مهم، شيء اهم شيء، اهم شيء يعني من بعد بابا في العود. وشو الاشياء اللي اتاخذت لك؟ سلاح، ساعات مهمه كثير لبابا، لونات، كل شيء، اووردز ما اووردز لبابا، كله كانوا بعلب، اخذين كل شيء تركين العلب. طب هذا الشيء انت متهم فيه هلا؟ هذا الشيء انت متهم انك اخذه هلا؟ انا متهم فيه صح. شو راح تعمل؟ شو في اعمل؟ ما في اعمل شيء صراحه. انا بس هلا بس رحت على البيت انا ودقيت لامي من ايطاليا، قلت لها مام انه على ايطاليا سوري، قلت لها مام انه في 3 بوريد تركينهم هون، هن كانوا شيء 9
كان في 9 بواريد، بقي في 3 هون. قلت لها مام شو بعمل؟ انه اخذين كل القصص وفي حدا عم يقدر يفوت على البيت. هي انتبه قبل ما غير قفل الباب. انت غيرت القفل بعد ما مات بيك ولا قبل؟ قبل ب5 ايام على القد. هيدا صعب. هيدا وقت قال لي بابا انه روح غير عمول بدك اياه، غير يعني اتفق انه تحمي حالك يعني. بعد سؤال، قبل السرقه غيرت القفل ولا بعد السرقه؟ لا من بعد السرقه. من بعد السرقه؟ السرقه ما كان في حدا. لانه هن اعترضوا انه بتوقيت قليل انت طلعت غيرت القفوله او عملت يعني كانه شيء. بابا صار له شهر و20 يوم بالمستشفى. طب بهالشهر و20 يوم انه بدها تصير قبل 5 ايام السرقه؟ لا صارت بهالوقت كله قبله. بين 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 الشهر تقريبا على مراحل اتخذوا الغراض. صح. وانا لاحظت هالشيء وكنت عم بقول اوكي طب انه طب ليه ليش ما كان عم يشوف مين عم يطلع ياخذهم وما في شهود. بل انا كنت عارف بس ما كنت عم كنت ساكت. قلت له للبابا هيك هيك في شخص في شخص معين اشخاص معينه عم بياخذوا الغراض وفي السياره عم اخذت المرسيدس. قال لي بابا عمول بدك اياه. قال لي روح عمول محضر روح عمول انه عم بحكينا اول شيء عن قانون انه قانونيا انت روح عمول بدك اياه. انت كنت متوقع انه يقلب هيدي السرقات الجزئيه تصير عليك انت انه انت اللي اخذ هالشيء كله؟ كنت متوقع صراحه. لا ما كنت متوقع كل شيء. كل هالاشياء اللي صارت ما كنت متوقع انه يصير انه ليه تمام انه لشو ما له عازه بالكم بهالقصه بالكم ببابا المستشفى مثلا. هلا تبي ولا واحد منا كان متوقع انه هيك يصير معه للبابا. ما كان حدا متوقع فجاه هيك صار. ما جرب يحطكم كلكم حد بعض حواليه يقول شيء؟ ولا مره كان يحكي بهالشيء معين. ولا مره كنتوا سوا كلكم بنفس الغرفه معه؟ لا الا بس هلا توفى بابا. وقال شيء قبل ما يتوفى؟ يعني في غنيه بس اجى جو معلوف وحط له راديو بالسوان، حط له في كان في غنيه اسمها انت حبيب قلبي. وكنا كلنا مجمعين هونيك، كان في انا وطنط رندا وغنوه ووعد ومجد، وبعتقد كمان كان في مارك اللي هو جوز اختي. بس حط الغنيه كان بي عم يعمل لي هيك، قال لي انت حبيب قلبي يعمل لي هيك، كان بيطلع فيي يعمل لي هيك انت حبيب قلبي. هلا انا استغربت بالاول بركي انه من وراء الضياع لانه عم يعطوه ادويه انه بضيع شوي بصير يشوف اشياء غريبه. زيح انا على الشمال وزيح على اليمين، ليه عم بيعمل لي هيك عم بيلحقني؟ وهن استغربوا كثير. عمل لي انت حبيب قلبي هيك 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 يعني يحكيها بتمه، يعني بابا كان يمكن ما كان واعي بس بتحس كل شيء بجسمه. بتعرف انه قد ما شو قد ما هو كبير وموسيقار بتحس كل شيء عم بيتحرك على الغنية لانه خلق غنيته عم يسمع غنيته. يعني بكفي قد ايه كان واعي. صحيح ضاع هو كل شيء بس ما حدا قدر يمضي بالمستشفى لما كانوا بدهم ياخذوا مدعي عام. اشاره مدعي عام و اسمحي لي فتت هيك انا ولا يهمك، بس انه القصص اللي قد ايه هو عم بيحكي عن بيو بالفعل بيو كان كثير واعي وعارف شو بده وعارف خايف عليه وعم بحافظ عليه. 4 مرات ملحم بركات كانوا عم بيحاولوا يمضوه بالمستشفى ما كان يمضي. على شو؟ على حرمان جونيور. على حرمان جونيور من الشيء يحرموه عرفتي؟ ملحم ما وزع تركته يعني ورثته. ولا مرة تخيلنا نحنا نحكي بهاي المواضيع. بس إنه كيف واحد بتخيل واحد مريض عم بالمستشفى بهالحالة بده يتمضى بدهم ياخدوا إشارة مدة عام يجي كاتب عدل يشوف هاللي شافه هرب قال لهم ننحبس كلنا عرفتي؟ ما مضى شيء يعني. ما مضى شيء يعني. أنت بتوقع يطلع له جونيور بعد ما بتوقع شيء. ما بدنا أنا عليكي أنا بالنسبة لي ما بدي شيء ولا بحكي بهذه المواضيع ولا بتعني لي ولا شيء. أنا الثروة الكبيرة هي الكبيرة ملحم بركات بس بفتكر الصغار اللي عم يتصرفوا هيك الخاص يعني. أنت بتنازلي عن حق ابنك؟ لا ما بتنازل عن حق ابني. أنا كنت يمكن لو كانت المعاملة غير شيء بقول لهم بتضلكم سوا نهائيا مش ضروري يكونوا بتكونوا مع بعض. بس لأن المعاملة كانت هيك وأزيوا لابني عرفتي كيف؟ أنا واقفة مع ابني إني أنا واقفة إني أنا دير بالي على ابني وأحمي ابني من كل حدا بده يأذيه. بيو كان عايش كان عم بحافظ عليه وعارف كيف كان تركته لبيو أنا. بس هلأ رجعت أنا الأم وأنا البي وحقي أقل شيء ندافع على ابني وحقوق ابني. جونيور حتابع على حقوقك التانية؟ حقوق التانية؟ مثل ما عم تقول أمك أنه في تركة مش موزعة. حتابع؟
انه ما بلشت اتابع يعني يعني صراحه ما بلشت اتابع بس انه هلا خلينا ندافع على القصص اللي عم بتصير اتهامات الصغيره الصغيره اللي عم الفكره انه عم بتقول شو دخل امك او ما خص امك هيدي امي بدي بس وجه لهم شيء انه هيدي امي اذا هن بدهم يصيروا يفوتوا على بيت امي ويحترموها انا بصير بعمل ذات الشيء بيقولوا ليش هن ليش بصير يقولوا انه ليش هو منه قريب لاخواته انا بلا قريب لاخواتي بس هن اللي مش قراب لي هن اللي ما بيسالوا عني لك حتى on my birthday ما بيقولي لي happy birthday يعني هاي شغلة صغيرة شغلة صغيرة كتير ما بيعملوها طب ليه ليش العالم الغربة العالم الغريبة بتقلي happy birthday مثلا ليه مش اخواتي انا ما كنت ببلجيكا انا كنت دايما ابعت لهم happy birthday bro happy birthday sis دايما انا كنت ابعت لهم يعني هودي اوكي اشياء ممكن نعاده بس انه هو شغلات صغيرة اللي هي بتحسس انه والله انه انا شايفك انت قدامي شايفك شايفك ماني ناسيك يمكن احيان اي شخص عم يحضرنا هلا بيقول انه بيفهم اخواتك ممكن حدا يقول هيك لانه برايهم هن عم بينتقموا لامهم انه بيهم بيوم من الايام راح مع امك انه انا شو ذنبي انه انا خلقت ابن فلان ولا ابن فلان ولا خلقت من غير بي ولا من غير ام شو خص ما اخر شيء نحن بشر الله خلقنا تنكون مثل ما نحن إذا كنا مسلمين ولا كنا مسيحيين ولا كنا يهود ولا كنا ما بعرف شو كلنا it's all the same we all the same we all the same نحن كلنا مثل بعض كلنا مثل بعض في آدم وفي حواء مش صح مش في آدم وفي حواء ده مش كلنا خلقنا منهم ملحم أحيان بيكون عنا شعور إنه إذا هالشخص رضي أو فهمني البقية كلهم رح يفهموني مين هو هذا الشخص المفتاح اللي أنت بدك يفهمك أكتر شيء طن فرندا لأنه هي عربتي وهي مثل أمي وأنا أكيد ما بنسى لما كنت صغيرة كانت تهتم فيي كتير يعني كل شيء بصفة الأم كانت تعمله معي مثل ما أمي بتعمله معي كل شيء بس شو تغير ما بعرف بصراحة شو تغير ما بعرف بس هذا الشيء اللي بدي أقوله نهار الأحد ذكرى 40 ملحم بركات رح تكون أنت وأمك؟ أنا وماما لا أنا حكون لوحدي أنا وماما لا ليش؟ يعني لكن احنا دائما احنا شغله بعائلتنا انه دائما احنا بنفكر بشعور غيرنا بنخلي غيرنا يكون مرتاح اكثر منا انا هيك بيي كان يكون كان يجرب غيري يكون مرتاح اكثر منه يعني حتى بتوصل لمرحله انه انا بزعل بس كم راضي غيري كم يكون مرتاح مين رح يكون راضي اذا امك ما كانت الكل حتى بهيك ظرف يعني حتى بهيك ظرف بس الأربعين اخر شيء لامي بقلبه لأنه بابا شايف كل شيء وبابا بعد روحه معنا وعم بيشوف كل شيء وأمي حلمت فيه كذا مرة وفي حدا قرب للبابا كمان حلمه فيه معصب صدقوني معصب اللي عم بيصير زعلان زعلان كتير أنت قلت إنه في حدا قال لك ما تجي على نهار الدفن صح واتصل فيك اللي هو زوج غنوة مثل ما أنت قلت صح إجاك شيء اتصال هلأ إنه ما تجي على 40 لا ما أجاني اتصال ما حدا حتى تبع بعلبك بس طلعوا بعلبك عملوا عزا وحتى بس راحوا على الاردن ما حدا حكاني عجناس سوري عجناس ما حدا حكاني ما حدا قال لك تعال ما حدا قال لي تعال حتى حكيت مع عمو نزار وقلت له انا بدي اجي وهيك قال لي ما حدا جاي من الاولاد انه في بس طنط رندا جايه وهن عازمينها بس لها طب انه ما فهمت ليه وبعدين اكتشفت انه كلهم طلعوا طب ليش عم بتكذب علي عمو نزار ليه قبل ما انا بس شغله بدي اقولها انا بقول عمو نزار بس ما بقى حقولها لأنه أنا هذا الإنسان كتير أزاني وأزاي لأمي نزار فرانسيس يعني؟ نزار فرانسيس ومنه حقاوي لو كان بيحكي بالحق كان حكي الحقيقة وما كان قلب الحكي لأنه الطريقة اللي بيحكي فيها كلها كذب كل شيء اللي قاله نزار فرانسيس كله كذب كله هو غير أي أنا بس ناطر منه اعتذار لألنا كلنا للعائلة كلها نحن ناطر اعتذار منه اعتذار عن شو؟ اعتذار عن كل شيء اللي حكي انه اعتذر وانت ما دخلك بالعائله انت بتضلك على جنب كنت رفيقه لبابا الله يرحمه وبس خلص خلصت انتهت هون القصه نحن عائله ونحن بدنا نحضن بعض نحن بدنا نظبط مشاكلنا ببعض حتى اذا كان في مشاكل او ما كان في مشاكل ما حدا خصه بالكون كله البيت مسكر هلا البيت مسكر بشمع الاحمر صح اللي انت عشت 3 سنين انت وفي انت وبيك فيه صح شو بدنا نعمل عم بدي اغير ثيابي بتصدق انه كل ثيابي فوق كل جاكيتاتي فوق للشتويه كلهم فوق كل الخزانة اللي فيها تياب كلها فوق وغراضي وتيابه وتختي وكل شيء كل شيء كل شيء انا حياتي كانت فوق كنت مستقل فوق انزل شوف ما بطلع من بابا دغري نام فوق
كل الوقت مع بي، وين ما يروح استوديو يروح على الدبية، يروح يتسبح، يروح على البحر. وهذا اللي نزلوه الشجرة مكان فوق بتحت فريا، مش في شجرة مكتوب عليها من هنا مرة الموسيقار، أنا اللي حفرته. أنت اللي حفرته؟ أنا اللي حفرته لهيدا. هلا خد سلمان سند الملكي اللي كانوا مخبينه للمحامي اسمه مارون، هو اللي كان مخبيه وما كان يقبل يعطينا اياه، بس جانا جربنا قد ما فينا ناخده منه، اخر شيء وافق يعطينا اياه، اللي هو هذا صار له شيء 3 4 ايام القصه، من يومين. بموجبه صار فيك تفوت على البيت، بموجبه ايه مفروض هيك يصير. تقول لي عن شغله واحده بقلب البيت، هلا اول ما تفوت على البيت وملحم بركات مش بقلبه. بابا ما كان كتير ما كثير كان يقول لي اشياء، بس كان معاملته معي كثير حلوه. بدي اشرب قهوه انا بعمل له قهوه، بدي ياكل انا وياه نعمل الاكل، كل شيء. حتى اذا بدنا ننظف الصحون مثلا، نجلي الصحون كان انا وياه نعملهم. هيك عشت مع بيي، متشاركين انا وياه بكل شيء، ما في حدا بيعمل اكثر من الثاني، بسويت بعض. كنت عم بربي بي، كنت عم ببني سوري عم ببني بي عم ببني بي من اول جديد. ملحم في شيء انت يعني مطلوب انك ترد عليه؟ مدام رندا قالت انا ملحم ما فتح لي هالباب تاخذ بدله، بس مش هي اللي طلعت. بالنسبه لي هيدا الشيء اصعب من موتة ملحم بركات، انه انا انمنع اخذ البدله اللي وصى ملحم انه يندفن فيها. ليش منعتها تفوت وشو قصة البدلة؟ انت عم تقول انه اول شيء انا ما منعتها تفوت، ما منعت حدا يفوت، ما قلت هالشيء وما صار هالشيء. اول شيء مش هن اللي طلعوا، جون عزار وتوني شلهوب هن اللي طلعوا تياخذوا البدلة، وهن عارفين انه الباب مقفل، لانه انا قفلته من ورا المحضر اللي صار، من ورا سرقة بالبيت، هذا اللي صار. القصة هي قصة البدلة انه دقوا لي الساعة 10 اللي هو وقت العزاء، وزا بلش من الساعة 10 صح؟ أنا تأخرت جيت تنتين. طب يا عالم طب فكروا فيها كيف أنا تأخرت وجيت تنتين لهونيك؟ كيف صارت القصة؟ أنا بس طلعت جبت بدلة، دقوا لي على الساعة 10 قالوا لي اطلع بليز بدنا نفتح البيت نجيب بدلة. طب إذا أنتم عارفين إنه مغير القفل وعم بيقولوا مغير القفل من يومين، طب إذا أنتم عارفين مغير القفل ليش ما حدا بيحكينا بيقول لي من امبارح إنه بليز تعال بدنا ناخذ بدلة من البيت مثلا؟ ما حدا قال لي شيء. إجاني تليفون من جوز أختي كتير بشع، لأنه أنت منك مرحب فيك بالعزاء، ويعني كلام كتير بشع، وطنت رندا وكل العائلة والكفرشيمة كلها قال أنت منك مرحب، مش مرحب فيك بالعزاء. ما بعرف كيف يعني، تحسي كأنه كل شيء عم بينقلب وينلف وهيك. أنا انزعجت بوقتها، انزعجت كتير بوقتها، وبصت لهونيك على العزاء معصب على الآخر كنت. هالحقيقة أنا هيك حسيت، عم بيأخروني على عزا، يعني لا عم بتلفوا ودوروا وتعملوا قصص كلها، وعارفين كأنهم عارفين ما في بدلة، بس طالعين بس هيك يلفوا ويدور. ما بحبيت صراحة، رحت معصب وعملت مشكل. كمان قالوا لي بذات الوقت أنه ما فيك تقعد بالصف الأول. طب ليه؟ طب ما مش أنا ابنه للبابا؟ مش واجباتي أنه قعد بالصف الأول والعالم تعزي؟ أنا طلعت، أنا بالوقت وعيد الساعة 6 الصبح تجهز حالي كمان أروح على عج الناس إيه. فرحت تجيب بدلتي من البيت من هون، وده قال لي عمو حنا قال لي بليز روح طلع على البيت وجي وفتح له الباب بده يجيبوا بدله بيك. فبس طلعت لفوق حكيت مع ناطور، قلت له ناطور انه بليز، اسمه عصام الناطور، قلت له بليز انه وين الشباب كانوا هون على اساس بده ياخذوا البدله ما بدله؟ قال لي هلا من دقيقتين فلوا. قلت له كيف فلوا؟ قلت له بليز دق لهم لجون يدق ما يردوا عليه. بعت مسج لعمو حنا قلت له بليز عمو حنا انا وصلت. ده قال لي عمو حنا، قلت لي انك انت فوق؟ قلت له ايه انا فوق. قلت له ما في حدا هون، جون وتوني منن هون. قال لي يلا لحظه هلا بحكي حدا وبرجع بحكيك. نطيت من العشرة لتنتين بعد الظهر ليجي حدا ياخذ البدله، تعصيب يعني كل وقت عصبيه كل الوقت، وما حدا اجى، ما كان حدا يجي فوق الحزن، وفي كمان عصبيه انه جنات وبعدين ما حدا اجى. فت لجوا على البيت قلت يلا خليني اجيب البدله بيضة، إذا هن عم بينقوا علي ومجرب يلعبوا هالبيت خليني أنا أجيب البدلة تما تطلع فيها أنا القصة. ما لقيت في بدلة، اكتشفت إنه ما في بدلة بالبيت، ما في بدلة بيضة كليا. بس ملحم البدلة اللي اندفنت فيها نحن عنا هي ذات البدلة كانت موجودة بكفرشيمة. بس نقال إنه نشرى بدلة تانية لأنه منعوا. لا هيدا هي البدلة اللي غنى فيها بجراج منشرة. كان زيت البدلة، البدلة البيضة اللي تبعيته هي المعمولة من قماش معين، وأنا بعرف، أنا بعرف كل غراض بيي، أنا عايش معه. بدي أطلب من الإعلام بس من الصحافة الشريفة إنه تنتبه على اسم ملحم بركات
وهن بيعرفوا انه اللي بلش مين بغض النظر مين، بس يحترموا اسم ملحم بركات مش اكثر ولا اقل، لانه اي شيء بده يصير ينحكى بده يصير فيه توضيح. يعني انا لا ناقصني شهرة ولا بدي انشهر ولا مستعدة اطلع بهيك منظر بالكاميرايات، بس انا اللي بدي احكي فيه انه حقي دافع عن اسمي انه واسم ابني اللي هو حامل اسم الموسيقار اللي حيضل مرافقني طول حياتي. هدول اربع اخوي، ولا انا ولا امهم رح نبقى بهالحياه، حنروح من هالدنيا وحيبقوا هن مع بعضهم. بدي منك اخر كلمه تقولها انت لمين ما بدك. انا بدي اقول للكل، للكل للكل لكل الدنيا اللي بيعرفوا لملحم بركات، حتى مع عائلته والقراب له، انه هذا اسم كبير كثير، وقبل ما يكون اسم كبير كثير هذا بي، فانتوا خدوه كبي، ما تاخذوه كموسيقار، خدوه كبي بس، احترموا اسمه كبي. تعرفي لو بي عايش؟ إذا بي كان بعده عايش الله يرحمه كان دعوسنا كلنا، كان دعوس العائلة كلها، وأنا معهم وأمي معهم. ليه؟ كان دعوسنا كلنا، لأنه ما كان بيريد هذا الشيء كليا، وبعده بعده بيناتنا وعم بحس بهالشيء. انا عم شوفه بمنام بالشيء، ايه كان يمكن كان دعوسنا. هلا انا لا بده يدعوسني امي، هلا انا لا ناقصني دعوسي. الله يرحمه. لمين بتمد ايدك ملحم؟ قول نحن خلينا نكون سوا. لعائلتي يعني. اكيد اخواتك. هو ما في شيء بس انه لعائلتي اكيد، لانه ما عندي حدا غيرهم. يعني عندي حدا غيرهم؟ ما عندي حدا غير اخوه، دائما العائله بتضلها سوا، دائما كمشين بعض. ثانك يو. ويلكم. معنا مشاهدينا ست مي حريري على التليفون. ست مي تفضلي. تفضلي. ست مي حضرتك على الهواء تفضلي. طيب رح نرجع نحاول الاتصال من جديد. كنا عم نحكي حضرة المحامي، حضرتك معرفت عن حضرتك أستاذ وسام، أهلا وسهلا فيك. حضرتك محامي ست مي وملحم جونيور كمان، أعطيني الجزء اللي ما طلع بقلب المقابلة اللي بعده مستمر، البيت بعده مسكر بالشمال الأحمر وال... مساء الخير، يسعد مساك ومسا المشاهدين. بس بدي أوضح مسألة، ملحم كفى ووفى بالشرح المستفيد بالمقابلة، نقطة بعدها العلقان اللي هي ختم البيت بالشمال الأحمر. نعم، هاي نقطة في خلل قضائي صار استنادا للمستندات اللي تقدمت من قبل الجهة المستدعي اللي هن الطرف الآخر. نعم، نحن بانتظار الاتصال، بس انه ست ما اتصلت وقالت بدها تحكي. اي نعم، نحن بانتظار. بقى الفكرة انه بعد هلا في مستند تقدم بالنسبة للاختصاص المكاني ببيروت، نحن كلنا شايفين انه البيت وبنعرف انه البيت موجود بمنطقة تريفون. نعم، الاختصاص المكاني ابدا ولا ممكن يخضع بحال من الاحوال لقاضي الامور المستعجل ببيروت الا بحالة وحدة، إذا تقدم مستند بأنه الجهة المستدعى بوجهه اللي هو ملحم جونيور. نعم، مقيم ببيروت. وملحم حضرتك تأكدت أنه هو مش مقيم ببيروت، هو مقيم عند والدته هلأ لسبب اضطراري بأنه بيته مختوم بالشمال الأحمر. نعم، وكمان الأهم من هيك أنه حتى الجهة المستدعية اللي هن الطرف الآخر كمان هن غير مقيمين ببيروت، يعني ما فينا نستند أبدا لا للجهة المستدعية ولا للمستدعى بوجهه، على الرغم من انه هذا القرار هذا خطأ قانوني، يعني خطأ قانوني فادح. نعم، بس بدنا نشير لشغله انه قاضي الامور المستعجله ما بيطلع باصل الحق، بيطلع بظاهر المستندات. نعم، ظاهر المستندات على ما يبدو اللي هن موجودين قدامه مبينين له بمرحله بمكان ما بانه ضمن خليني اختصاصه. خليني بس اقطعك معلش لانه وقتنا ضيق كثير. مساء الخير ست ماي. مساء النور. تفضلي. اول شيء مساء الخير. تفضلي. ما بعد عم برجف على اللي سمعته هلا. بدي ما بعرف بدي اوضح شغلي، بس انا عم بحكي توضح شغلي وعم جاوب دغري مباشره علي لجو معلوم. شو سمعتي حضرتك ليه؟ اذا حكي شو سمعتي حضرتك؟ انا ما بدي احكي عني شو حكي عني، ما بيعني لي، لانه الاتهامات اللي هو فيها واللي هي ليه اصلا بيعرفها وبيعرف حقيقته وهو اي نوع اي كائن بشري اصلا، ما حاحكي غير هيك عنه. بالنسبه لي انا بحمل جلدي بيحمل، بس اللي حكي عن وعد واللي حكي عن ام مجد تاج راسه اللي قاعد معهم يبيض وجه بالمستشفى ويعمل هالحركات كلها، له 7 شهور ملحم بركات الله يرحمه الموسيقار ما بيحكي معه، اجى لما اجى على المستشفى بس غيب عن الوعي، كان غيب عن الوعي ملحم، يبيض وجه هون وبيض وجه هون، هول القصص يوقفهم حاجه يستعمل اسم ملحم، لانه الظاهر انه هو اللي بده يعمل كوبيت وبده يشتغل بهالعائله،
ومجد وعد اذا بده يطلع بغنيه بده يخدع اللي عم يحكي عنها هيدي الغنيه. بحب اوضح بس للمشاهدين لك معنا انه هيدي الاغنيه انعملت لنجوى كرم، ما انعملت لملحم بركات بدفنه. ملحم بركات عم يعمل سيمفونيه كانت بدها تخرب الدنيا، موسيقار هيدي الغنيه اسمها اغنيه، كان بده يعمل سيمفونيه كانت تكسر العالم لما تبكي الناس من الموسيقى. فهي الغنيه غنيه نجوى كرم كانت عم تنعمل لنجوى، ولما صار الخلاف الفني بينه وبين نجوى وقفت الاغنيه وانحطت وكان راح رتبوها وزبطوها وعملوها هيك. وحقه وعد، حقه كواريس والكواريس وملحمة جونيور ورندا وكلهم انا عم بحشطهم سوري لان يمكن ما سمعوا، بس انا إيه عم بطلع حكيته بتحفظ، ما بدي احكي غير الحق. عيب يحكي هيك جو وعيب يتهجم على هالعيلة اللي اكل من خبزهم صحة واللي اكل ببيتهم واللي حكيه عن ملحمة جونيور وبيو. لك نحنا انا بطخ راسي وروحي هلا فكيني بقلبي اذا حدا بيجرح ملحم بركات بقى يستحوا وينضبوا بقى ويختشوا على حالهم، يا عيب الشوم عليهم عم يعملوا سكوبات على اسم ملحم بركات ويشوهوا سمعة. لك عيب، عيب عليهم. على كل حال بدي لهم شيء انه الناس عارفه الحقيقه وما بقى تسمعك يا جو، انت حسين تعمل مصالحك كرمال وقفنا لك غنيه كرمال اصحابك الفنانين اللي انت عليك مربوطه معهم، حابب تبيض وجه كل غنيه تقول له لواحد يغنيها ما بدنا نسمي اسامي الفنانين لانه ما عندنا خلاف نحن مع المغنيين والفنانين، نحن عندنا خلاف كان انه لا على القليله بعد الأربعين لا يخلص الأربعين ولا هالزلمه ويبرد دمه لهالانسان، ما بدنا نعتبره موسيقار، انسان توفى تمطري كل شيء كثير من بعد 40 يوم روحه بتضلها موجوده. قلتي عم ترد عن كل العائله، قلتي عم رد عن كل العائله؟ عم برد انا سمحت لنفسي وتسمحوا لي، انا عم بس عم يسمحوا لي البركات، ما بقدر اتحمل الشواذ لو كان عليهم، كيف اذا كان شعبي منهم ابني؟ حتى اللي حكيه انه البيو ملحم ابني، تخيلي تتخيلي انه الملحم ابني شحت بيو من البيت، لا تبيو اذا بيرفع صوته ملحم بركات اذا تطلع بس بيرجفنا كلنا، كنا نسترجي نحن نقدر نرد على ملحم بركات شو ما حكي بالمؤتمرات، شو ما قال وشو ما كان رايه عند الصحافه وعند الناس محترم، كلمته كلمه ما بتصير اثنين، كان رجال بكل معنى عيب يقول هيك كلام ويصغر هيك يصغر الموسيقار، هيدا شيء عيب 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 عيب، انا برجع بقولها عيب، عيب عليك يا جو، عيب ما حاحكيك اكثر من هيك، طلع على الباك جراوند اللي هو انت فيه، شو بينحكى عنك؟ شو بينقال عنك؟ ما بحياتنا عايرناك ما بحياتنا قلنا لك كلمه احترمناك كرمال ابو مجد، بس قعدني معك قدامي معك وكان مفكرك انه انت محب هيدي من سنه الخبريه، بس هو سبب يحكي معك، انت هلا جيت على المستشفى تستغل هالعيله هيدي الطيبه، العيله اللي فيني اقول عندهم خامه الضيعه، خامه وتحكي عنهم بهيدي الطريقه، الطريقه الشنيعه البشعه، ابشع من هيك ممكن انسان يكون عند ما عنده رحمه ما عنده قلب على عيله محروق قلبها، كان بدهم يبيعوا او ما بدهم يبيعوا، عندي تسجيل تعيرني بتسجيلاتي على القليل، اذا عندي تسجيلات يا استاذ جو على القليل احترمت موت الموسيقار، ما الي قلب اجرح حدا، ما الي قلب اني انا اعطي تسجيل لحدا، ايه عندي تسجيلات لإلك انت، لإلك انت مش تسجيلات ريكوردر فويس بعت لي اياهم، بس بحياتك عبرتك انا انه بالنسبه لإلي شخص احترمه انه رد على تليفوناته او انه والله اخذ واعطي معه لانك ما نهائيا، وبستغرب الناس كيف بتعني لهم وانت شخص اذا بيعرفوك حقيقتك وبيعرفوها شو هي بيقرفوا انه يشوفوا التلفزيون، بحكيك صراحه، هي اول مره بتخليني رد، خليتني استفزيتني واستفزيتني بعيلي بحبها وبعزها وبحترمها. مي انا بدي اشكر اتصالك معنا. هذا الراحل ملحم بركات. نعم. بس كرمال هيك. مي انا بدي مع انه لو بيكرهوني ما بيحبوني بس ما بقى تستغلوا هالشيء هيدا. بدي اشكر اتصالك وتوضيحك لهذا الموضوع، وعلى امل انه يكون وصل الصوت كمان، يعني تعرفنا على ملحم جونيور وشفنا خامته، شاب كله اخلاق بصراحه، واي كلام سلبي بيقال عنه ما لا يمكن يتصدق بعد اللي شفناه كيف طريقه حكيه كيف اسلوبه. وقتنا انتهى، بدي بس تقول كلمه لنختم. بالمحصله نحن في محامي اسمه استاذ علي الجوني تقدم بطلب لفك الاختام. نعم. يفترض تقدمت المستندات اللازمه، بالمحصله بدي يكون اخر شيء بالنتيجه في حارس قضائي على جميع الموجودات بقلب هالمنزل. نعم. اكثر من هيك
ما حدا يفكر في قانون بده يطبق على الكل. نعم. يفترض انه نكون عند ليميت معين عم نشتغل عليه بنفس الطريقه اللي حضرتك شرحتيها. انا بشكرك جدا، بدي بس لكل البركات من العائلتين انه هذا الاستوديو برحب فيهم اذا بحبوا يقولوا اي كلام او اي اضافات او يوضحوا اي موضوع.